c'était pas le joueur de c'était un problème de connexion. Il a eu un empêchement. C'est avec ça du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique. Une question qui se pose relative au partenariat et à la coopération. Quel modèle de coopération et de bien sûr, ces missions sont claires. Entre autres, bien sûr, il y a quand même des productions importantes et des entretiens importants relatifs à part de rapports thématiques. Donc, il limite le conseil. السلام عليكم، أنا فاطمة بوحميد، طالبة في السنة الرابعة في المدرسة الوطنية الفلاحة بمكناس، وكذلك عضوة في ملتقى الطلبة اللي كتنظم هذه المرة الدورة 16 ديالو بالمدرسة الوطنية الفلاحة بمكناس تحت رعاية الوزارة الفلاحة والصيد البحري. وهذا المنتدى هذا كيشكل واحد الفرصة حقيقية للطلبة المهندسين والمهندسين الزراعيين اللي كيخليهم أنهم يتقربوا أكثر لمجال الشغل، وذلك عن طريق العديد من الشركات اللي كيحطوا لي ستاند ديالهم في هنايا وكيحاولوا أنهم يقربوا الطلبة المهندسين لسوق الشغل. هاد الدورة 16 ديال ملتقى الطلبة كيتنظم تحت عنوان التعاون والتشارك في القطاع الفلاحي، وشنو هما الفرص اللي كيعطيوهم للطلبة المهندسين والمهندسين الزراعيين قصد التطوير الفلاحي والتنمية الريفية. اذا مرحبا بكم في المنتدى النسخه 16 من منتدى المدرسه الوطنيه للفلاحه بمكناس. هذا المنتدى كيتنظم كل عام من طرف جمعيه طلبه المهندسين بالتنسيق مع اداره المؤسسه، يكون تحت الرعايه الخاصه ديال وزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات. اذا النسخه 16 ديال المنتدى كتكون تحت عنوان التعاون والشراكه في القطاع الفلاحي. كما كنعرفوا الفوروم ديما كيكون اون اوبورتونيتي ديال رونكونتر ما بين لي ستوديون و لو موند بروفيسيونيل. كما كتشوفوا معنا بليزيور سبونسور اللي كيكونوا حاطين معنا لي ستون ديالهم هنايا. صافي. السلام عليكم، معكم محمد رضا، طالب السنه الاولى المدرسه الوطنيه للفلاحه. كنبغي نشكر اللجنه المنظمه والاداره اللي قدروا يطلعوا هذا المنتدى بهذا النيفو هذا. اللي صراحه شفنا المجهودات اللي كانت من قبل على طول العام باش يطلع بهذا النيفو اللي كنشوفوا فيه دابا. صراحه هذا المنتدى اللي كيكون ضروري في المدرسه ديالنا حيت كيعطينا واحد النافذه باش نفتحوا على سوق الشغل وعلى العالم الاحترافي وعلى الموند بروفيسيونيل، وصراحة كيمكننا من أننا نشوف المستقبل ديالنا. وكنبغي نشكر كل شيء اللي جا لهذا المنتدى. مرحبا مرحبا، دخلت حبيبة، ممكن عرفتوا ياك احترام. دخلت حبيبة بهذا الرجل بحال هكا درجات الورد ديال اللحم كامل. حبيبة عندها ذاك الصبع الكبير، راه كيكون عندنا حنا كامل ذاك الصبع الكبير التكليعي ذاك اللي حداه. وخاكي بلي حيدو كيعاود يرجع بحال هادي لي ابوني، فهمتي؟ وعندها شقة شقة ستوندي شقة قبل في الوجه، ما كتلاحظوش بان الصبع الكبير ديال رجليها الا حققتي فيه مزيان تيبان لك كيشبه الحاجب. تحية الفنان ديما حاجب. والصبع الصغير تيبان لك كيشبه الايمن السبحاني، ما كيبانش اللحية. هادشي ديال الزراعة مزيان، نزرعو نديرو الفلاحة مزيان، ولكن تمشي دير زراعة الشعر، وقلت ليه لقاك شاد معايا الصف عبد الله، تما كتقتي، أنا ماشي ديالك هذاك، واحد السيد صديق ديالو ما عندي تجربة، ما عندو تجربة في الكلام، ضمير ديالو حكيان، قال لي باغي يمشي يدير زراعة الشعر، كي زراعة الشعر، راه ماشي هي زراعة غتزرع شي حاجة في الأرض وغتنوض، لا. راه خصهم يحيدوا لك هذاك السخون ديالك انت ويمكنوا لك انت وانت ما عندك تجربه كي كدير. اللي خليني ما عارف اش كدير. مشى تحت الطياره مشى دخل تما بقاو كيشوفوا فيه مزيان كيفكروا منين غنجيبوا لك الشعر، غنجيبوا لك شي غيدوره منين غنجيبوا لك الشعر. فكروا مزيان ويحيدوا لي هذاك اللي عنده هنا اللي في ليزيت عجل هنايا وركبوا لي هنايا الشعر. داروا لي الكوله كف عشيات وعادي مزيان. كيمشي للبحر كيسرد كله الا هي كتبقى لاجل، فهمتي؟ ما كيديرش لاجل كيدير لها ديوتورون، فهمتي؟ واحد النهار سولو صاحبو قال لي في البحر سردين وكذا، قال لي
الدنيا راه كتسرب كامل وهي كتبقى ناجحه. شنو السر؟ قال لي كان هذا في الظل. ميرسي 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 كل واحد ميرسي. صراحه ما سقيتش بكم، عرفت شكون باغي يتغدى غير شويه. حنا راه تبارك الله الغالبه كنغسلوا ثلاثه السبعة هكا تحط الماكله كندخلوا بخمسه ونخرجوا ب 14. ما كتلاحظوش بان اللغه ديالنا ولات فيها بزاف ديال الحيوانات؟ مثلا فاش كنفهموا شي حاجه كتسمع ديك شو غير الحيوانات اللي عندنا في اللغه. حنا بزاف كتجي عندك الوالده كتقول لك جات عندي البارح ديك اللفعه ديال سيمتو هي وداك الكلب ديال باها معاهم داك الشرو ديال خوها حال فمو كيبغل. شو شحال ديال الحيوانات كاين عندنا؟ واش كاين الحيوانات بزاف ولا لا؟ تبقى تحار عليك. شرف لي كبير نكون معكم هذا الصباح هذا والله العظيم. راه كاين الغدا ان شاء الله غادي نعاود نتلاقى معكم. تبقى تحار عليكم بكثير. غادي واحد الفيديو اللي غنقولوا فيه كاملين واحد جوج ثلاثه غادي يدوروا. غنقول شنو؟ ارجوك ياك اوكي يا خويا الصغير. تبقى تحار استاذي كرامتي ياك مزيان هذا الشيء. ما غنمشي لك من فتيه الاول. لا 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 صافي اسمع مسكين جا يضحكنا ولا مشدود. بعدك راه ما كاينش الغدا، كاين ان دوزيام بانيل مازال ما ساليناش. ما غيدوش الغدا الغدا من بعد الطاني. انا نمشي نتغدى. لا لا انت سير تغدى. صافي اوكي. انا غادي ندير حساب في مرحله. الله يرحمه. عجبني هذا السيد هو تتصدق لي الحراره. راه قبل ما ندخل لي زيتي تيقولوا لي وهناك اخويا تقول شي حاجه. كاين لا بالعكس انا جاي عند خوتي جاي نضحك معاكم. فوزيه لاباس؟ يلاه كلشي يقول معاك كلشي شاف فوزيه معاك. والله الا ما تراتش نبقى معاكم والله. يلا سمحوا لي التليفون يلا خديته كولابوراسيون ما عرفتش كيفاش. هو واحد القضيه الاخوان الا مشات المدام ديالك الناس اللي مجوجين شدات لك التليفون ديالك بلا كود سير قلب على محامي سير سري على راسك ما عرفتش شنو شافت كاع سير قلب على راسك. سيداتي سادتي انا اليوم في مكناس مع واحد الناس زوينين بزاف وواحد الكلمة عندهم جميلة جدا كتعجبني. واحد جوج ثلاثة كتغوتوا كتغوتوا بزاف كتغوتوا تبارك الله. ميرسي بوكو تبارك الله عليكم. مبروك تبارك الله. ميرسي.